بعد أن أعلنت شركة روتانا والنجمة اللبنانية إليسا عن طرح ألبومها الغنائي الجديد أسعد وحدة يوم 25 من الشهر الجاري، فاجأت الشركة جمهور الفنانة اللبنانية بطرح الألبوم منذ قليل في عدد من مراكز التوزيع بلبنان ومصر وطرحه في باقي الدول العربية، وذلك بعدما تسرب بعض أغنيات الألبوم مثل أغنية أسعد وحدة وجزء من أغنية في عيونك التي تقدمها هي ومحمد رحيم كاديو. يضم الألبوم 14 أغنية طرحتها روتانا جميعا كنغمات، وهي تعبت منك وأسعد وحدة وفي عيونك ومتفائلة وفاكر ولو أقولك وكرهتك أنا ورحت له وإغمرني وهيلف ويلف وقلبي حاسس فيك وساعات ولولا الملامة. بس